نيرون أو نيرو خامس إمبراطور للإمبراطورية الرومانية، كان عصره مليء بالقلاقل والاغتيالات والجرائم البشعة، حتى أن اغتال أمه، وكان يفتك بأي حد يعارضه، وما اكتفى بقتل معارضيه بل كان يمثل بجثثهم وينتقم منهم حتى وهم أموات. أما أكثر أعماله الإجرامية بشاعة فهو حريق روما الشهير. ففي يوم من الأيام جته فكرة أنه يعيد بناء المدينة، فأشعل النار في روما اللي كانوا فيها 14 حي، وحرق منها 10 أحياء والناس فيها. يقول أحد العلماء أن نيرون كان يشعر بالتوتر ولذلك فعل كل تلك الجرائم، يعني مسكين توتر فحرق المدينة كلها. أما اليوم فالواحد منا يتوتر لما مثلاً ياخذ جهاز وما يعرف يشغله، أو لما تلفون يعلق وما ينفذ الأوامر. وايد نسمع جمل مثل أنا مضغوط، مشغول، مزحوم، ما عندي وقت. ليش نزين؟ لأن الحياة صارت معقدة وممتدة لدرجة تبدو لا نهائية، وصار الإنسان منا عالق في شبكة من الالتزامات والطموحات ووسائل التواصل، حتى أنه أدمن التوتر. تصور أنك تخاف من الحيوانات، خلنا نقول الكلاب مثلاً، ومرة كنت تمشي في فريجكم في الليل وظهر لك كلب، شو بيصير في داخل جسمك؟ في البداية بتنطلق شرارة إنذار في داخلك، وبعدها مباشرة بتطلع إشارة من أحد أعصابك إلى الدماغ مباشرة، وهي تحمل رسالة تقول هناك تهديد. بعدين بتوصل الإشارة إلى جزء من الدماغ يسمى أميجدلا أو اللوزة المخية، وهو الجزء المسؤول عن العواطف والإدراك والاستجابات السلوكية. وفوراً بترسل اللوزة المخية إشارات إلى منطقة في الدماغ مسؤولة عن إفراز الهرمونات، وبعدها يقوم الجهاز العصبي بتحفيز إفراز هرمون الأدرينالين وينطلق هرمون كورتيسول المعروف بهرمون التوتر. ثم تبدأ كل خلايا جسمك في كل أعضائك تقريباً بإفراز أنواع من البروتينات لتملأ جسمك تماماً بالكورتيسول، مثل لما تملأ زجاجة بالماء لين يطفح منها. وأخيراً يقوم الكورتيسول بملء دمك بالسكر ويرفع الأدرينالين سرعة ضربات القلب حتى تصل لحالة تسمى fight or flight، يعني إما أن تواجه أو تهرب. حد بيقول طيب هذا يعني أن التوتر مش دائماً سيء؟ بالضبط، في نوع من التوتر يسمى acute stress أو التوتر الحاد، وهو اللي دخلنا في حالة fight or flight. في هذه الحالة ينطلق في الجسم نوع من البروتينات السكرية اللي تقوم بضبط ردة فعل جهاز المناعة في داخل الجسم. يقول العلماء أن فهم طبيعة هذا النوع من التوتر واستغلاله حسب الموقف اللي احنا نمر فيه يرفع لياقة جهاز المناعة وبالتالي يحسن الصحة. لكن الخطورة تكمن في نوع آخر يسمى chronic stress أو التوتر المزمن، وهذا اللي كلنا نعاني منه اليوم والأسباب كثيرة: زحمة الشوارع، الطقس المزعج، الرسائل والإيميلات والواتساب والسوشيال ميديا وغيرها. كل هذا يخلي مستوى الكورتيسول مرتفع في داخل الجسم، والدماغ والجسم مش مبرمجين أنهم يضبطون الهرمونات طوال الوقت. يعني كأنك مثلا تتوقع من سيارتك أنها تسير لعشر سنوات من دون توقف، مستحيل. ولذلك تبدأ أعضاء جسم وأعصابه تصاب بالعطب والالتهابات، ويبدأ جهاز المناعة يضعف فتزداد أمراض الجسم. ولهذا فهو يعني مثبت علميا أن الشخص اللي يعاني من توتر مزمن يصاب بنزلات برد وزكام أكثر من غيره. طيب كيف تعرف أنك في حالة توتر مزمن؟ مثلا لما تكون مقبل على شيء معين كمقابلة وظيفية أو امتحان تزداد سرعة ضربات قلبك، مثل هذا قلب واحد متوتر. حد يقول طيب هذا شيء طبيعي. أي نعم طبيعي لما هالنوبات تحصل لك في مواقف تستحق التوتر، أما لما هالأعراض تتكرر في مواقف عادية وما تستحق أن واحد يخاف أو يرتبك منها، فاعلم بأن عندك مشكلة. ولذلك وجد الباحثون أن النوبات القلبية في مدينة نيو أورلينز تحيدونها اللي جاها إعصار كاترينا، في هالمدينة تتضاعف نسبة النوبات القلبية 3 مرات. ليش؟ لأن الناس عايشة في توتر وقلق وخوف من تكرار الكارثة. أحياناً نشوف بعض الناس لما يعصبون أو يقلقون يطلع لهم عرق في جبهتهم أو في الرقبة. تعرفون شو هذا؟
هذا دليل ارتفاع ضغط الدم، لأن القلب يضخ كميات كبيرة إلى الرأس وقت التوتر، فتنتفخ الشرايين وتبرز من الوجه والرقبة، ولذلك يحتاج هؤلاء الناس للفحص المستمر. لما يفحصك طبيب أحياناً يأخذ عينة من لعابك، صح؟ اطلب منه أن يقيس مستوى الكورتيزول فيه، وإذا كان مرتفع فروح يقيس بعد يعني مدة وشوف. إذا وجدت تغير يعني مرة طالع ومرة نازل، فهذا مش فقط دليل على أنك تعاني من التوتر المزمن، بل أيضاً أن جسمك غير قادر على الاستجابة مع المواقف الحرجة. تعرفون شو تسوي ضغوطاتنا اليومية؟ خلينا نشوف. خلينا نفكر ونقلق كثيراً، فتبدأ الالتهابات تنتشر في الجسم، وبالتالي يفرز الجسم شيء اسمه البروتين المتفاعل سي. هذا مهمته علاج الأشياء اللي تؤدي للالتهابات كالفطريات والجراثيم وغيرها، ولكن لما يبقى مرتفعاً في داخل الجسم يزداد احتمال إصابة الإنسان بالسكري وارتفاع ضغط الدم ومرض القلب والشرايين. كل هذا تصوروا يا جماعة، كل هذا فقط من التفكير في ضغوطاتنا اليومية. لما تكثر من الحلويات بعد العشاء وتدخل غرفة تبغى تنام، شو يصير؟ تشعر بالخمول لكنك ما تقدر تنام. تعرف ليش؟ لأن مستوى السكر يكون عالي في جسمك. طيب، اكتشف العلماء أن الناس اللي عندهم اكتئاب يكون مستوى الكورتيزول أو هرمون التوتر مثل ما قلنا عالي في أجسامهم، ما يعرفون ليش حتى الآن. لكن رغم أن الكورتيزول المفروض أنه يوازن مستوى السكر في الجسم لما طبعاً يفرز بمستويات طبيعية، إلا أنه لما يفرز بكثرة فإنه يرفع مستوى السكر في الدم. ساعات ما تشوفون شباب صغار لكن شعرهم أبيض وجوههم فيها تجاعيد؟ حد يسولف مع صديقه ويقول له ترى كبرت، ويضحكون، لكن كلامه صحيح، هو فعلا كبر لكنه كبر بدري. ليش طيب؟ خلايا الجسم تحوي كروموسومات، وفي أطراف هالكروموسومات هناك منطقة يقصر طولها كلما انقسمت الخلية، أي مع تقدم العمر. لما تكون هالمناطق طويلة تقدر الخلية أنها تستمر في الانقسامات لمرات أكثر، مما يؤدي إلى تأخر الشيخوخة عند الإنسان، وإذا كانت قصيرة فالخلايا تموت بسرعة. في عام 2014 العلماء اكتشفوا في دراسة أجروها على مجموعة من الأطفال المحرومين من الاستقرار الأسري، كلهم كانوا في التاسعة، اكتشفوا أن هالأطفال أطراف كروموسوماتهم أقصر بنسبة 19% من أطراف كروموسومات الأطفال اللي عايشين حياة أسرية مستقرة، أي أن هؤلاء سيشيخون قبل هؤلاء وسيتعرضون لأمراض التقدم في السن والشيخوخة المبكرة. ليش يقولون الرياضة تريح الجسم؟ لأنها توازن إفراز الكورتيزول فيه. تعرفون لما يرتفع الكورتيزول شو يسوي؟ يرفع نسبة الدهون حول البطن، ولما تزداد الدهون في هذه المنطقة تزداد نسبة إصابة الإنسان بمرض السكري من النوع الثاني. يعني باختصار التوتر يزيد السمنة. السؤال الآن هو كيف نتعامل مع التوتر؟ إحدى الطرق هي الضحك. أي نعم الضحك، ليش؟ لأن الضحك يزيد سرعة دقات القلب وبالتالي التنفس، فيمتلئ الجسم بالأكسجين، لذلك يشعر الإنسان بالاسترخاء بعده. وفي دراسة أجريت قبل سنوات على مجموعة من كبار السن، خذوا عينة من لعابهم بعد ما خلوهم يشوفون مقاطع فيديو فكاهية، واكتشفوا بعد التحليل أن الكورتيزول كان منخفض في داخل أجسامهم. هل سمعتوا عن تطعيم أو لقاح التوتر؟ لا أمزح، ما في لقاح للتوتر، لكن الجيش الأمريكي يعرضون الجنود بالتدريج لمواقف مجهدة ترفع عندهم حدة التوتر على مدى طويل. ليش؟ علشان يخلقون في داخل الجندي مرونة في التعامل مع المواقف الصعبة والمخيفة والخطيرة، لأن المخ عنده القدرة أن يتأقلم، بس متى؟
لما يؤهل لذلك بالتدريج مش بالصدمة. واكتشف العلماء أن 30% من اضطرابات القلق سببها صدمة تعرض لها الإنسان في طفولته. لذلك لما الواحد ينعزل عن المشكلات فهذا ما بيخليه يعيش بدون توتر، بل راح يفقده المرونة للتعامل مع المواقف الصادمة في حياته. التدريج والتدريب وتأهيل النفس هو أفضل طريقة وأفضل خيار لمواجهة تحديات الحياة. تذكرون البروتينات السكرية اللي ذكرناها في بداية الحلقة اللي تضبط فعالية جهاز مناعي في داخل الجسم؟ طيب، في دراسة أجريت عام 2014 اكتشف العلماء فيها أن كثير من النساء الناجيات من سرطان الثدي كانوا يمارسون اليوغا، لأن اليوغا تخلي الأعصاب توازن إفراز هالبروتينات في داخل الجسم. التأمل والتنفس الصحيح من أسرار الحياة الجميلة. بس ليش يقولون أن الرياضة تقلل التوتر؟ يعني علمياً ليش؟ لسبب بسيط، غير أنها تملأ الجسم بالأكسجين فإنها تقلل من إفراز الكورتيسول وتزيد إفراز مادة كيميائية أخرى اسمها إندورفين، وهو أحد مكونات هرمون السعادة، وهو الهرمون اللي ينطلق في الجسم لما يتعاطى الإنسان المخدرات كالهيروين والكوكايين، أو لما يأخذ مسكن ألم مثل المورفين. لكن للأسف هالمواد المخدرة تعطل إفراز هذا الهرمون في داخل الجسم بشكل طبيعي، لذلك يدمن الإنسان عليها حتى يتآكل جسمه وينهار من الداخل. ولهذا تعد الرياضة من أفضل وسائل محاربة التوتر. العلاقات الاجتماعية من الاستراتيجيات المهمة لمكافحة التوتر. في دراسة أجريت قبل سنتين اكتشف العلماء أن الناس اللي عايشة في مجموعات أقل عرضة للتوتر من اللي عايشين بروحهم. ليش؟ لأن الإنسان المضغوط واللي يشعر بالتوتر يحتاج أن يسمع كلام يخفف عنه ضغوطاته، ويحتاج أيضاً أن ينخرط مع مجموعة بشرية، أسرة أو أصدقاء، علشان ينشغل عن التفكير بهمومه ومشكلاته. ولما ما يلقى حد حوله شو يسوي؟ يهرب للعادات السيئة كالتدخين وشرب الكحول وتعاطي المخدرات والإفراط في الأكل والسهر. كل هذه الأشياء تؤثر على توازن الجهاز العصبي، وبالتالي يفرط في إفراز الهرمونات الضارة. التوتر جزء من الحياة، نحتاجه في مواقف كثيرة لكي نتصرف بالشكل الصحيح، ولكن احترامنا لخصوصيتنا واهتمامنا بأنفسنا وأجسامنا وأرواحنا هي البداية الصحيحة لرحلة حياة متزنة وقليلة التوتر. كثير من الدراسات أثبتت أن الناس اللي يسكنون في الأرياف يتعرضون لأمراض أقل من الناس اللي عايشين في المدينة. ليش؟ لأن سكان الأرياف يعيشون كل يوم بيومه، ما يتحسرون على الأمس وما يقلقون على الغد، ويدركون أن السعادة أغلى من أن نؤجلها ليوم آخر. الكشف البعيد.